بالنسبة لي الخيار الآخر الذي هو غيابة التلاميذ الجزئية، عند فتح صفحة غيابة التلاميذ الجزئية في هذه الصفحة نقوم بإدراج الغيابات التي تحدث في نفس اليوم. مثلا تلميذ تغيب من 8 إلى 10، يعني والعاشرة رجع إلى الدراسة، لا نقوم بإدراجه في تقرير اليوم، نقوم بإدراجه في هذه الصفحة. نضغط على إضافة غياب تلميذ جزئي، نحدد التاريخ والذي هو تلقائيا التاريخ الذي تقوم نختار المستوى، نفوج مثلا 2، نفوج فرعي 1. مثلا هذا التلميذ رقم 5 تغيب من 8 إلى 10 صباحا، مساء لا يدرس مثلا، نقوم بإدراجه ثم نقوم بتأكيد الغياب فيدرج في قائمة الغيابات. وهكذا هذه الغيابات الجزئية مهمة جدا في تقرير المواظبة، لأنه هذه الساعات تحتسب في غيابات التلميذ. لذلك يعني أنصحكم بالحرص على إدراجها. يمكن حذف تلميذ من الغيابة الجزئية إن حدث خطأ. عند الانتهاء من إدراج الغيابات الجزئية للتلاميذ يمكننا الذهاب إلى صفحة مواظبة التلاميذ. عند فتحها نجد يعني غيابات التلاميذ في الفترة الممتدة من التاريخ الحالي إلى غاية رجوعا بشهر، يعني شهر كامل. يمكن تعديل هذا المجال من خلال هذين الخيارين، أو البحث عن تلميذ. مثلا نريد المجال مثلا من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر مثلا، فتظهر لنا غيابات هذه الفترة. مثلا هذا التلميذ رقم 1 عنده غياب 1 في هذه الفترة، ولكني أريد يعني الاطلاع على جميع الغيابات الخاصة بهذا التلميذ في خلال السنة. نضغط على المزيد من المعلومات، نجد أن هذا التلميذ لديه غياب 1 فقط، والمدة هي ساعتان. مثلا تلميذ آخر هذا عنده عدد غيابات 2، تغيب يوم 19 و 28، ساعات غياب هما 7، يعني في الفترة الصباحية تغيب 4 ساعات، في الفترة المسائية تغيب 3 ساعات. يمكن طباعة التقرير العام للمواظبة أو الشهري، نحدد الفترة مثلا شهر ديسمبر ونضغط على طباعة التقرير العام. عند طباعة التقرير العام لمواظبة التلاميذ يظهر لنا بهذا الشكل، يعني المستوى، الفترة من إلى. في هذا التقرير نجد اسم التلميذ، تاريخ تاعه، تاريخ الميلاد، وتواريخ هذا الشهر، يعني من 1 إلى غاية نهاية الشهر، يعني المجال الذي قمت باختياره. عطل نهاية الأسبوع تجدونها مظللة، يعني الجمعة والسبت التلاميذ لا يدرسون، ولهذا نجدها مظللة. باقي الأيام التي يدرس فيها التلاميذ تجدون يعني عدد ساعات الغياب فيها. مثلا هذا التلميذ رقم 12، التلميذ رقم 12 هذا عنده غياب يوم 20، يوم 20 مدة 8 ساعات مثلا. وفي مجموع الغيابات الخاصة بالتلميذ نجد هنا 8 ساعات، انه تغيب 8 ساعات فقط فيها.